قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أنزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين على قلب سيد المرسلين، فهدى به الأمة وكشف به الغمة، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الذي قال لنا: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. وقال: القارئ الماهر في تلاوته مع السفرة الأبرار. فاللهم يا ربنا صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وارض اللهم يا ربنا عن آل بيت النبي الطيبين الطاهرين، واحشرنا اللهم بفضلك معهم يا ذا الفضل العظيم. أما بعد، إخوة الإسلام، أحباب المصطفى محمد صلوات ربي وسلامه عليه، أسأل الله عز وجل أن يرحم فقيدتنا وأن ينزلها منازل الصالحين، كما أسأله للآل والأهل الصبر والسلوان. في الحقيقة لقد شرفت آذاننا بالاستماع إلى تلك الآيات الكريمات من ختام سورة البقرة. أسأل الله عز وجل لقارئنا التوفيق والقبول، لأن هذا القارئ بقراءته سيدنا الشيخ عزب أعادنا إلى الزمن الجميل، زمن القراء الذين كانوا يعرفون للقرآن قدره ويتقنون له أحكامه، فجزاه الله عن القرآن وعنا خير الجزاء. والله أنا هتناول الآية التي ختم بها القارئ قراءته: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فريق كبير من العلماء يقولون إن هذه الآية هي آخر ما نزل من كتاب الله عز وجل، ولما نزل بها سيدنا جبريل وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الموت قال: اجعلوها بين آيتي الدين والربا، لأن آيات الربا آخر ما نزل من القرآن الكريم. فلما تنظر تجد إن أول آية نزلت بسم الله الرحمن الرحيم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وآخر آية: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فكأن رب العالمين تبارك وتعالى يقول للعبد منذ سن التكليف: اقرأ وتعلم عن الله، لأن الله لا يعبد عن جهل، وضع نصب عينيك واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فبين الآية الأولى في النزول وبين الآية الأخيرة في النزول الإنسان يعيش مراقبا لرب العالمين تبارك وتعالى وحافظا على شرعه الحنيف.
سيدنا الشيخ العزم قرأ علينا من سورة البقرة ما يجب على كل مسلم أن يكون قد انتبه له وقد تأمل وتدبر فيه. آيات توزن بميدان الذهب. الله عز وجل تكلم في مقطع طويل عن الإنفاق من أول قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم، إلى قوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آيات طوال، يمكن أقصر آيات متتالية تكلم رب العالمين عز وجل عن الإنفاق وطريقة الإنفاق وعلى من ننفق، ودي مهمة جدا، دي مهمة جدا. يا ريت نخلي بالنا من قوله تعالى: فقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. مش اليومين دول بقت مهنة حتى للشباب المتنطع بيقف ويمدلك ايده عشان يروح يجيب علبة سجاير. شباب او فتيات، لا 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 ده المال الفقير هو مال الله، المال مالي والفقراء عيالي، يعني من يعلوهم هو الله. لابد وان تنتقل مستحقا لهذا المال. ثم بعد ذلك تكلم الله عز وجل عن الربا وبين حال من يأكلون بالربا سواء المعطي او الاخر. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج رآهم على هيئة مزرية، رأى مر على أقوام بطونهم كالبيوت العظام، بطن كبير قوي قدامه، كلما أرادوا أن يقوموا وقع مغشيا عليه. من هؤلاء يا جبريل؟ هؤلاء آكل الربا من أمتك يا محمد. ثم ختم: ويا نعم الختام، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. الربا قبل الآية وبعد الآية على طول آية الدين، أطول آية في القرآن الكريم. يبقى لابد في عبادتك وفي معاملاتك وفي أخلاقك لابد أن تضع نصب عينيك قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هي اليوم ده فيه يا رب، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. مين الحكم؟ مين القاضي في هذا اليوم؟ إنه رب العالمين عز وجل الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فيا أمة القرآن، والله الذي لا إله إلا هو لن ينصلح حالنا إلا إذا عدنا أدراجنا سريعا إلى مائدة القرآن، إلى رحاب القرآن، إلى دستور الحياة، إلى القانون الإلهي الذي ينظم علاقة العبد بربه وعلاقته بالمحيطين به بمجتمعه. فلا بد أن نأخذ دستورنا ونمط حياتنا من كتاب ربنا تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن وأن ينفعنا بأهل القرآن الذين يوصلونه إلى القلوب بطريقة تجعل القلب يخشع عند سماع القرآن الكريم. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا القارئ حسن الصوت،
القارئ حسن الصوت، من إذا قرأ رأيتموه يخشى الله. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن تخشى قلوبهم بذكر الله وتلاوة كتاب رب العالمين تبارك وتعالى، وأشفع بالقرآن ورسول القرآن عند رب العالمين أن يرحم فقيدتنا وأن يغفر لنا. اللهم اغفر لك وارحمها وعافها واعف عنها وجاب الأرض عن جنبيها يا رب، أكرم نزولها ووسع مدخلها وافتح عليها بابا من الجنة، كما أسأله للآل والأهل الصبر والسلوان. جزى الله قارئنا خير الجزاء وشكر الله سعيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.